جاهز؟ أظن قاذفة الشبكة ضيقة. هتتعود، حاول بس تجاريني. ام جي، واضح ان المصدر بتاعك كان كلامه مظبوط. في جيش بلطجيه صغير بيحاول يقتحم المتحف. خليكي عندك وانا هبص عن قرصك. خلي بالك، الناس دول لو فعلا من الماجيا مش هيهمهم حاجه. بسرعه يلا، الزعيم عاوز اللوحه. كان المفروض نكون خلصنا. عاوز تجرب؟ اتفضل. مش معقول، في ناس ممكن يعملوا اي حاجه عشان ما يدفعوش ثمن تذكره الدخول. الناس دي لازم تتعلم تتفرج على الفن في ساعات شغل المتحف. أكيد ما توقعتش إن ده يحصل. دلوقتي جه وقت توضيح الفن الرفيع لإخضاع المجرمين. عارف شوية من الناس دي، ده فريدريكو فريزيلي وسال باتريلو. الناس دول من عيلة هامر هيد الإجرامية صح؟ هيعوزوا الدمارية ليه؟ ما كنتش عارف انه بيهتم بالحاجات دي. انا هبص في المكان، هتأكد ان محدش دخل من حتة تانية. هقولك لو لقيت اي حاجة. الباب الامامي لسه مقفول كويس، احسن لأتأكد من باقي المداخل. لا، محدش دخل من هنا. هي ايه ده؟ ام جي، في حد عمل فتحة في السقف، هروح اشوف. الوقت اللي كان عصابة هامر هاد بيحاولوا فيه يدخلوا من الباب الأمامي، في حد قدر يدخل من السطح؟ واضح كده، مفيش أثر لأي حد على الإطلاق. مش المفروض يكون في حراس هنا بالليل؟ أيوة، ممكن يتحققوا من كشك الأمن القريب من المدخل. لازم يكون في هناك كاميرات برضو، هيشوفوا المقتحم. كشك الأمن متأمن، عايز بصمة إيد عشان أدخل. الدليل على اللي حصل للحراس جوه، مفيش طريقة نفتح القفل؟ لازم الحارس يساعدنا. في الحقيقة ليهم بصمة، لو ما لقيتش الحراس ممكن ترفع البصمات من على الحاجات اللي لمسوها. أيوة، فكرة كويسة. مستعدة للمساعدة بأي وقت. لقيت بصمة، جزء من واحدة على الأقل. تقريباً هحتاج أكتر من كده. غريبة، ده كأن الحراس اختفوا تماماً. دلوقتي ممكن ألاقي بصمات جزئية تاني فين؟ كمان واحدة، تحفة. الحراس المتدربين كويس، مش هيسيبوا حاجاتهم كده أبداً، إلا إذا ما مشيوش بمزاجهم. كشاف، ممكن ألاقي بصمة جزئية. تمام، متهيألي معايا بصمات جزئية تكفي تعمل بصمة كاملة.
لازم اقدر اظبط السكانر عشان يقبل البيانات بتاعتي. تمام، هستخدم البصمة دلوقتي. دخلت. تمام، انت شايف ايه؟ هم عايشين، واضح انهم كانوا متخدرين، مفيش علامات صراع، ده مش اسلوب هامر هيد خالص. لو مش هامر هيد امال مين؟ عندك فيديو الكاميرا؟ استنى اشوف كده. في حد طفى كاميرا خمسة، بس دي حاجة مريبة. لما نشغلها اكيد هنعرف مش عايزيننا نشوف ايه. متوجهة ناحية لوحة في المعرض، دي اكيد زماريا، ومحدش سرقها لسه. لازم اشوف الموضوع ده عن قرب افهم ايه المميز في اللوحة دي. ماريا مثال ممتاز للانطباعية الريفية الحديثة، ملحمة سرقتها المتكررة واستعادتها مثيرة للاهتمام زي اللوحة نفسها. بالنسبة لي مجرد لوحة عادية. حقيقي في حاجات كتير تانية أغلى في المتحف ده، يبقى ليه ماجيا مهتمين كده باللوحة دي؟ استني يا ام جي، في حد جاي. خلوا بالكم، سبايدر مان يمكن يكون هنا. لا بقى، مقفول عليه ازاز ضد الكسر. ايه قولوا لفرانكي محتاجين المسدسات الكبيره. ام جي، رجاله هامر هيد طلبوا تعزيزات بس لسه ما شافونيش. كويس، حاول تخلي الموقف كده. افتحوا عينيكم، في اشاره ان سبايدر مان موجود هنا. واحد مات هنا. انا في التحذير الثالث، لو الموضوع باظ انا هطلع. سمعت الموضوع، لو الزعيم حط في دماغه النكبات هيبقى عنده. ده سبايدر مان، هاتوه. عايز شويه من ده. البوليس هيوصل في اي لحظه. ده كلام فارغ، خد اللي تقدر عليه وجهي. دلوقتي بيسرقوا باقي الاعمال الفنيه، لازم اوقفهم قبل ما يهربوا. مفيش غير طريق واحد للخروج، الطريق اللي دخلوا منه. هو في الهواء. اشغلوه، انا قربت اوصل للمخرج. ما اقدرش اسيبهم يهربوا. هو في الهواء. المرة الجاية اسرق محل الهدايا. يلا نقتله ونوريه نفسه. على فكرة اظل اخلص عليك. المخرج اهو، اخرج بس. بيحاولوا يسرقوا الاعمال الفنية. خلصوا عليه. ايه رايك في جائزة تعويضية؟ هبعت لك صورة للقطعة الفنية دي للزنزانة. انا قربت اوصل للمخرج. ده بيهرب. يا معايا
وقتو. ما تزعلش، يمكن عندهم حصص فن في السجن. هدية تانية لماما عشان عيد الأم، إيه رأيك في صابونة حمام؟ لازم أوصل للمخرج وأمنعهم من الهروب. مش هسيبهم يهربوا. خليك مكانك. سمان يا بيتر، انت كويس؟ ايوه، متهيالي قبضت عليهم كلهم، بس في اعمال فنيه كتير لازم ترجع. وايه اخبار ذا ماريا؟ كل ده ممكن يكون تمويه. هو ده اللي فكرت فيه، انا هرجع، ويا ريت الازاز يكون سميك كفايه عشان يحمي اللوحه. حيطة الأمان سليمة وضد الرصاص، محدش هيقرب من ماريا تاني. يعني المهمة نجحت؟ أنا بتمنى كده. أيوة، أنا هبقى اتصل بيكي بعدين. ليه؟ حصل إيه؟ شكلك حلو. كنت بتتمرن؟ لا، قصدي يعني شوية. يعني بترقص دلوقتي لوحدك ولا زي زمان؟ دي أسئلة كتيرة. ده بس فضول. سمعت انه غلط للقطط. طيب قوليلي بقى انت هنا ليه؟ كنت بس مستنية.